الذين سيذهبون يوم الاقتراع يوم الخميس، قد صوتوا على السي سعد، ولكن أيضا سيبعثون رسالة، رسالة قوية على ارتياحنا الجماعي والحماسي لأداء الحكومة، وعلى استعدادنا كذلك لمواصلة النصف الثاني. النصف الثاني الأولويات ديالو كما قال السيد الرئيس هي التشغيل والاستثمار. احنا ما تنبيعوش الوهم للمغاربه، رغم كل الانجازات الكبيره والتاريخيه للحكومه ما زالت تواجهنا بعض التحديات، نتيجه الجفاف، نتيجه الكوارث، نتيجه كل المعطيات التي تعرفون. وبالتالي هذا نصف الحكومه المقبله من خلال نجاح السي سعد بن مبارك بتفوق ستبعث الرباط عاصمه المملكه رساله مسانده الى سي عزيز خنوش وإلى كل وزرائه وفريقه وبرلمانيه. احنا الأخوات والإخوان في ظروف يحق لنا أن نفخر بما ننجزه على الأرض، يحق لنا أن نفخر بما ننجزه على الأرض.